السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين شيوة سوسو، رمضان مبارك سعيد. جبت لكم اليوم واحد التحلية سهلة مهلة لذيذة مشبعة وشي حاجة اللي زوينة غتعجبكم بزاف، خصوصا للسحور. ممكن لكم تناولوها حتى في الفطور، كتجي يعني غنية بالفواكه بالمكسرات وما كتاخد لنا الوقت بزاف. متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم، كيجي مذاقها ولا أروع، كتجي متماسكة وحاقدة نتوما كتشوفوا بحالاش كيجي الشكل ديالها رائع. يا سلام يا سلام. الى عجبكم الفيديو بقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. اول شيء غنحتاج هنا 50 مليلتر، يعني نص سطر ديال الحليب. انا هاد نص سطر ديال الحليب درت فيه واحد الكشارة صغيرة ديال القهوة سريع الذوبان، نسكافي. يعني نسكافي كنمشي مع هاد الكراميل هادي ديال الفلو، كيجي المذاق زوين ديالها فهاد التحلية هادي. كنحرك مزيان. وهنا عندي هاد الفلو كراميل، يمكن لكم ديروا اي نكهة اخرى ولكن هاد الكراميل كيتماشى مع المذاق ديال القهوة، من الافضل ديروا مع القهوة. كنخوي هاد الساشي هادي. بسم الله. صافي، غادي نديروها فوق النار وحنا كنحركو مره مره حتى كيبان لنا الخليط راه بدا كيعقد. ما تجهدوش عليه البوطه باش ما يتحرق، لان هذا الفلو الا خليته ما حركته كينزل للقاع ديال الكسرونه ويتحرق لكم. هنا ملي كيكون تبقاو تحركوا باش ما يلصقش لكم الخليط، باش ما يلصقش لكم الفلو في القاع ديال الكسرونه، دائما كنحركوا مره راه استمروا في التحريك ما كنحيدوش حتى كيبان لينا راه هو اختار. باقي ليه واحد شويه، يعني ما كديروش وتمشيو عليه ولا شي حاجه، لانه غادي يلصق كيف اللي قلت لكم ويتحرق يخسر لكم المذاق. اللهم صبروا وقفوا عليه واحد شويه، يعني ما كايناش حتى 3 دقائق او 4. صافي كنحرك مره مره. هنا صافي غادي نطفي عليه، يعني بركه راه طاب ملي كيبدا كيغلي هكا كيبغي يفيض لينا. صافي غادي نطفيو عليه. صافي راه حنايا راه كنفلو شوفني، نخلي واحد شويه. عاده كنخوف الكيسان باش ما يتهرسوش لانه طايب بزاف سخون. هنا راه ملي طفيت عليه خلوه واحد شويه، يعني بحال يعني ماشي مباشره من فوق البوطات تخوه في الكيسان باش ما يتهرسوش لكم كي قلت لكم. بسم الله بسم الله. كنخوي في الكيسان. اللي قلت لكم راه واخا كتبقاو تحركوه ومع ذلك راه كيلصق في القاع ديال الكسرونه وعلى هذا الشكل هنا. صافي غادي ندخلوهم الحليب شويه يبردوا شويه، واحد شويه ما يبقاوش يعني كيطلع منهم البخار، وندخلهم الثلاجه غير واحد شويه عاد كندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا تقريبا ساعه ولا ساعتين. هذيك الساعه كتبقى طريقه التزيين كيف ما بغيتوا تزينوه. هنا هاد التحليه يعني من بعد ما دوزت تقريبا واحد ساعه ساعه ونص، باش ما خليتوها الوقت اكثر باش ما كتكون احسن، يعني كتماسك وكتشد في راسها مزيان، يعني ما كتبقاش تحرك، تمسوها بحال كبدكم راهي عاقده. صافي بالنسبه للتزيين اي شي حاجه كاينه من الفروت غادي ديروها. انا ندير غير بحال هكا واحد شويه ديال البنان بالشكل هذا، كلكم تخليوها بلاش راه هي كتجي زوينه وبنينه بلا فروت بلا حتى شي حاجه، المهم غير الى اللي بغيتو. كنعرفوا العين كتوكل قبل من الكرش. صافي
هنا خديت شويه ديال المكسرات اللي كاين هنا، كان غير شويه ديال الكركاع، شويه ديال الاكاجو، غادي ندير عليهم من فوق، كيجو زوين، كيجو بحال هكايا. بسم الله الشكل هذا. انا كيعجبوني حتى هاد الحبيبات هادو ديال الشوكولاط، حتى هما راه المذاق ديالهم كيتماشى مع هاد الكراميل، مع المكسرات، مع هاد الجبنان، يعني كيجي واحد التحليه اللي زوينه ومشبهه بحال الفطور او السحور، تعجب الدراري الصغار، تعجب حتى الكبار. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحليه اللي شاركت معكم اليوم، راه كتجي روعه لذيذه وبنينه. انا راه كليت واحد الصراحه، راه زوين بزاف لذيذ. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. ما تنسونيش من الواحد اللايك وتعليق والبارطاج مع الاهل والاحباب باش كتبقاو تتواصلوا دائما بالجديد. شكرا لكم على المتابعه، موعدنا فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء. آمين.